قال الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. بالتزامن مع دخول موسم الحصاد، أطلق مكتب صندوق الزكاة توكرة حملة لجمع زكاة الزروع من الشعير والقمح، حيث يتم تجميعها ومن ثم بيعها ليتم توزيعها على الأسر الفقيرة والمحتاجة وما تحتاجه هذه العائلات من سيولة نقدية ومن مواد غذائية. فنأمل من أهل الخير والإحسان من أصحاب المزارع بدفع زكاة زروعهم لمكتب صندوق الزكاة.